رحب بحضراتكم في اول فقره حواريه، واللي هنتكلم فيها عن نجاح من ضمن النجاحات اللي بتتحقق في الرياضه المصريه على المستوى العالمي، وهو انجاز جديد اتحقق في لعبه تحديدا الميني فوتبول. منتخب مصر بس للسيدات في الميني فوتبول احرز المركز الرابع في كاس العالم للميني فوتبول، وهنتكلم اكتر ونفهم، لان احنا كنا بنتكلم في الفاصل قبل الهوا وكنت عايز اعرف هنا بعض التفاصيل، بس خلينا بقى ننقل ده لحضراتكم. بس خلينا نرحب في البدايه بمنى السيد، وهي شهرتها توتي على توتي اللاعب، لاعبة منتخب مصر للميني فوتبول، وإيمان حسن أيضا لاعبة منتخب مصر للميني فوتبول. صباح الخير. صباح الخير. حلوة توتي دي، أنا هبدأ من توتي. ده معناه إن في تألق على الأرض قوي جدا، صح كده؟ ابتديتي إزاي يا منى وإشمعنى الميني فوتبول؟ يعني خليني أعرف. أنا بدايتي أصلا كنت بلعب 11 تمام، بس من سنتين اتأسس اتحاد في مصر، اتحاد الميني فوتبول، بالتحديد شهر 7/2019. بس الشغل الفعلي كان من قريب، لان طبعا كان في توقف بسبب كورونا، فاحنا سمعنا ان في لعبه في مصر ميني فوتبول بتاع، فتسجلنا في انديه تمام، واتعمل دوري من حوالي شهر واتجمع المنتخب. حلو جدا. بس هو اصلا ميني فوتبول في مصر بقى لها قد ايه تقريبا؟ سنتين. حلو قوي. طب ايمان برضو خلينا يعني نعرف عنك اكتر، نعرف الناس اصلا انتوا بتدرسوا اشمعنى الميني فوتبول، بقى لك فيها قد ايه؟ انا اصلا بدات الكوره، يمكن انا من صغري وانا بلعب العاب قوه، وكان مؤخرا كنت هتسجل في النادي الاهلي العاب قوه، بس ساعتها اتجهت لكره القدم. لعبت ساعتها منتخب مصر بس ده 11، لعبت برضو تصفيات كاس عالم. بس طبعا الميني فوتبول شايفاه يعني فكره كويسه قوي ان تنزل مصر، وطبعا كابتن احمد سمير هو اللي اسسها، فبصراحه دي حاجه كويسه قوي، وان احنا نروح كاس عالم وفي اول مره لينا وناخد مركز رابع، فده طبعا انجاز. فنتمنى ان هم يستمروا على كده ويستمروا في الاهتمام، ونتمنى ان هم يعملوا حاجه يعني كويسه لينا يعني الفتره الجايه. البنات اللي بتحب الكره عامه، كره القدم، بيقولوا عنهم مختلفين. على فكره انا كنت بلعب كره وانا صغيره في نادي الطيران، فاحنا الثلاثه مش بعاد عن بعض فالفقره دي بتاعتنا. فهل احنا فعلا مختلفين ولا الموضوع ملوش علاقه؟ اصل مفيش حكر للرياضه على نوع معين. يعني هو احنا بطبيعتنا يعني كمجتمع شرقي، بنت بتلعب كوره يعني بتبقى مختلفه شويه، وكمان من زمان واحنا صغيرين يعني كنا بنلعب في الشارع، كان الناس بس تتفرج عليا، اللي هو انا مستغربه هما بيبصوا لي ليه، انا مش عارفه ان انا بعمل حاجه مختلفه. لما ابتديت اكبر وافهم ان دي حاجه سبيشال، فموضوع جميل جدا طبعا. بس ما كانش فيه في الاول مثلا رفض من العيله؟ طب ما تلعبي يا حبيبتي تنس، طب ما تلعبي، يعني ما حصلش حاجه زي كده؟ لا انا اهلي دايما هم سبورت ليا. حلو قوي. وخطيبي كمان يعني يمكن احنا مخطوبين كمان. انا مخطوب. طيب لا احكي لنا بالتفصيل بقى، انتوا اتخطبتوا وانت اوريدي كنت لعيبه كره قدم، وبعد كده مين وتعرفنا فوق. كمان في خماسي يعني احنا كنا لا ده موضوع بقى عظيم. هو لاعب برده ولا هو كان؟ هو لاعب. كان لاعب، بس هو حاليا انشغل في السياحه وكيلي، وجاب لي كذا عرض بره احتراف. حلو قوي. فهو لا هو بجد يمكن من اكتر الناس اللي هم سبورت ليا هو اهلي طبعا. ووالدي ما اعتقدش ان اهلي قبل كده قالوا لي ما تلعبيش كوره، لا هم دايما لا شد حيلك هتعملي ايه مش هتعملي ايه. بصراحه يعني هم لولا هم انا ما كنتش تقريبا هوصل لحاجه، ولا كنت هفكر ان انا احترف او حاجه من كده. بس بجد يعني بحب اشكرهم، واشكر طبعا كريم عشان هو صبر. ماشي يا كريم، صباح الخير يا كريم، اكيد كريم بيتفرج طبعا. ماشي. طيب توتي خليني اعرف برضو، يعني واضح ان انت محترفه فعلا على الملعب، صح كده؟ ما كانش اللقب ده يطلق عليكي، يعني توتي لاعب كبير جدا. ف برضو اكتشفتي بقى وانت صغيره ازاي، يعني انا اكتشفت ازاي ان انا مش بس بحب كره القدم، لا انا لعيبه كبيره وانا عندي طموح فيها. وبعدين هخش معاكي بقى للترتيب والمستقبل، اصلا انت عايزه تحققي فيه ايه؟ تمام. انا اخواتي كلهم اولاد وانا اصغرهم، بس دي البدايه. فدي البدايه، لازم يبقى في برضو اسباب. وهم كلهم ما شاء الله يعني كانوا بيلعبوا حلو جدا، فانا دي موهبه من عند ربنا، يعني انا ما اتعلمتش الكوره، انا مولوده بعرف العب. فكنت طبعا بلعب معاهم في الشارع ومع اصحابنا وكده. ف بعدين كان حلو لما تلعبي مع اولاد وتكسبي، صح؟ طبعا. فكان في كذا حد مثلا بيشوفني في الشارع كانوا بيحاولوا يجيبوا لي ان انا العب في نادي وكده، بس انا ما دخلتش في موضوع الانديه وكده غير بعد ثانويه عامه، لان كنت يعني مهتمه بدراستي شويه. اوكي. انت بتدرسي ايه؟ انا مخلصه اداب لسانس اجتماع. حلو جدا.
طيب ودلوقتي انت في المنتخب بتاع الميني فوتبول سيدات منتخب مصر، واللي هو بتقولي بقاله شهر المنتخب، احنا اتجمعنا في 25 يوم او اقل كمان. بص بقى الكلام اهو توت ده اهو توت اهو يا جماعه، صوت وصوره. لا بس ايه ده بجد، بتلعبي كويس، لعبي كويس جدا كمان. الكره دي كانت في اخر دقيقه في الماتش بتاع مولدوفا، كنا 1-1، الكره دي لو كانت دخلت كنا لعبنا على مركز اول وتاني. بس ما كانش فيه توفيق كان يعني، كنا بنلعب على الاول والتاني على فكره، بس ده كان يعني عدم توفيق طبعا. كنا 1-1 ولعبنا ضربات جزاء ما حصلش نصيب. الفرق او المنتخبات الاول ثلاث مراكز ايه بقى؟ منتخب امريكا مركز اول، منتخب مولدوفا مركز ثاني، وصربيا مركز ثالث. طب بيختلفوا عننا ايه يعني؟ اوكي احنا لسه الموضوع بقاله سنتين في مصر، المنتخب لسه ما بقالوش غير نتكلم في تاسيسه كمان شهر فده يعني معلش برضو انجاز ان انا اوصل مركز رابع عالميا يعني، ولا ما بقاليش خالص. بس انتوا لعبتوا مع الفرق او المنتخبات الثانيه، ايه المختلف؟ ايه الافضل عندهم؟ هو معروف طبعا بره هم مهتمين جدا بالبنت اللي بتلعب كوره، ما فيش اختلاف بقى بين بنت وولد بره يعني. هنا للاسف في فرق، فهم بره الصراحه يعني تمرين على اعلى مستوى. انا تقريبا ما فيش فرق بيننا وبينهم خالص. الفرق اللي بيننا وبينهم التمرين، يعني مهاريا احنا زي بعض، مهاريا جداً. افضل جدا، افضل كمان، افضل مهاريا بكتير جدا طبعًا. كمان هم جسمانيا وبدنيا، هم جسمانيا بدنيا فعلا هم، لا هم احسن. هم تمرينهم هم بيتمرنوا الضعف، احنا لا قليل جدا التمارين، قليل مهتمين باكلهم بشربهم بمواعيد نومهم. طبعا احنا هنا في مصر الحاجات دي ايه بتبقى محتاجه رقيب قوي يعني، وبرضه ما بنقدرش نعمل. طب احنا كمدير فني كتيم حد ناقص يعني؟ انتوا عندكم اخصائي تغذيه، عندكم اخصائي نفسي، عندكم يعني، طب قولوا لنا برضه ايه اللي في ناقص يعني؟ بصوا هو عامه هو حتى في ال 11 احنا لما كنا بنلعب مثلا منتخب، احنا بنتجمع قبل البطوله ممكن بثلاث شهور. لو مثلا لعب كاس عالم، دي حاجة كاس عالم دي مده قليله جدا، ليها معلش سنه ونص سنتين ومعسكرات وغيره بالظبط. المفروض على طول باستمرار اصلا المنتخب ما يتوقفش، بس للاسف هو بيتوقف وبيجي بعديها. الموضوع مش كده قوي بالظبط. فهم دي ارخم حاجه او دي من اوحش الحاجات اللي بتقابلنا، ان اي بطوله بتقابلنا دوليا لازم قبليها بحوالي فتره قصيره احنا مش بنلحق نتاسس صح، ما بنلحقش يعني نعمل اي حاجه. وبصراحه بس احنا انجاز برضو ان احنا نوصل لمركز رابع، وكان بسهوله جدا ان احنا نوصل ناخد تاني او اول. يعني انا بجد مش بجاملكم، بس انت بتتكلمي في حاجه لسه براند نيو زي ما بيتقال. بالظبط دي اول خطوه لينا واول تجربه، فالحمد لله يا رب كان عندنا احسن. بصي هي النساء قادمات هما يعني قدموا في مجالات كتيره، بس كمان في رياضات لو هنتكلم تحديدا على صعيد الرياضه، في الالعاب ما كانش ليها تاريخ مع السيدات، لكن دلوقتي احنا بنشوف. يمكن لو هنتكلم عن النادي الاهلي كمان، اكاديميه النادي الاهلي لكره القدم النسائيه، يعني ده برضو اعتقد في المستقبل ممكن تعمل طفره ثانيه وتتكلمي عن مستقبل فعلا كره قدم بقى للسيدات، قد تنافس وقد تبقى افضل كمان من الرجال، يو نيفر نو زي ما بيتقال يعني. انا عماله ابص على الفيديو بصراحه. دي بقى مين؟ إيمان صح؟ اكتر عدد عملتيه كام؟ لا كتير يعني فكره، احنا صغيرين كان بيبقى اكتر. ايوه يعني وصلتي اعلى حاجه عندك كانت كام تقريبا؟ ممكن بناطق مثلا 100 او فوق ال 100 من غير ما الكوره مره تقع. لا ده كلام عظيم يا جماعه. ده هنا كان ملعب كده، ده نادي الطيران، كنت بلعب في طيران. ده كان ماتش قدام البنك الاهلي، من افضل الماتشات تقريبا. بس انتوا مراكزكوا ايه؟ يعني نص ملعب يعتبر، بس هو الميني فوتبول ما فيهوش تحديد مراكز قوي يعني. هو لا في العادي لما كنت 11 نص ملعب. نص ملعب انا بلعب سيرد باك رايت، نص ملعب. اوكي والثلاثه عارفه الثلاث مراكز؟ طبعا جوكر يعني بلعب في اي حته يعني، كابتن كابتن بيلعبني في كذا مركز يعني. كويس جدا. طيب عايز اعرف منكم يعني قدام انتوا عايزين ايه يعني؟ مثلا هل فعلا زي ما كنت بتقولي خطيبك عايز يجيب لك عقد احتراف؟ ولا جاب هتروحي خلاص يعني؟ ما حصلتش. انا جالي يعني ممكن لو هتنزل جاب لي في نادي الرجاء كان في المغرب. الكلام ده كان من 2018 2019. كان في قرار نازل من الاتحاد الدولي تقريبا ان اي بنت هتسافر مثلا من اي الدول الافريقيه، هتسافر من اي بلد ثانيه، دي هتتحسب مش دوليه، محليه. اوكي فالمصاريف هتبقى اقل. المفروض انا كنت مسافره على اساس كده،
فالموضوع ده ما مشيش فخلاص نصيب. المهم العرض الثاني اللي هو بقى نادي اساذاك ده برده كان في المغرب وخلاص كنت راحه، بس ده بقى بسبب كورونا ده بقى خلاص دي كانت حاجه خارجه عني. واضح ان احنا عايزينك هنا بالقدر. وكان في كلام برده بس ده ما كانش رسمي يعني اللي قبل كده دول كانوا رسمي، اللي مش رسمي بقى اللي كان نادي الجيش الملكي ده برده كان في المغرب بس ده ما كانش لسه فيه عقود او كان فيه اي حاجه. اوكي بس انا طبعا انت عايزه تروحي يعني انا حلمي العب في يوفنتوس ده حلمي. هو ممكن يبقى طموح مجنون شويه على فكره، هو مجنون وطبيعي. لا لا طبيعي لو هنتكلم، لا طبيعي ده طموح مجنون في هنا في مصر، معلش احنا ولا في اهتمام ولا في اي حاجه. لما اقول يوفنتوس وهنا في مصر فده يبقى صعب شويه، وده مش صعب. تتكلمي مفيش يعني اهتمام لان انا لسه الموضوع عندي جديد، ولا انت بتقولي مفيش اهتمام لان في تقصير؟ في تقصير طبعا، في تقصير اصلا مزبوط. حتى ولو فتره بقالنا صغيرين بنتكلم على المنتخب يعني ولا ايه؟ انا نفسي بص انا نفسي ان هو يبقى فيه اهتمام اللي هو خلاص الميني فوتبول معلش احنا خدنا رابع، المفروض ايه اللي يحصل بعد كده؟ نستمر في المعسكرات بتاعتنا ونستمر ان احنا نتمرن كتير مع بعض. معلش معظمنا في الميني فوتبول ما كناش حافظين بعض في الملعب لان ما اتجمعناش كتير، فده كان برده حاجه مش لطيفه. فتره قليله جدا بالظبط. يعني حتى احنا الدوري ابتدى مثلا من شهر، لعبنا منه اسبوعين بس عشان يتم اختيار عناصر المناسبه للمنتخب لان ما كانش في وقت. على عكس بره مثلا منتخب صربيا اللي لعبناه، منتخب بقاله سنتين ثلاثه متاسس، لعب كاس عالم قبل كده فكسبناهم 1-0 الحمد لله وصعدناهم المجموعه، فده برده كان انجاز. طب انتوا مثلا حابين توصلوا صوتكم لمين مثلا؟ نتكلم هنا يعني مين الشخص المعني اللي انتوا عايزينه يهتم اكتر وصوتكم من خلال 10 صبح في الاهلي يوصل له؟ لان احنا بنتكلم عن برضو تحقيق ورفع اسم مصر في محافل دوليه بشكل محترم، انت برضو ما تتكلم المركز رابع ولسه يعني تحت التاسيس اصلا بالزبط. فده شيء محترم جدا، فمين اللي انتوا عايزين توجهوا له رساله؟ هو احنا طبعا بنشكر كابتن احمد سمير، هو مؤسس اللعبه والاب الروحي ليها في مصر. هو بصراحه يعني حاول على قد ما يقدر ان هو يعني كان بيحاول يعمل لنا كل حاجه. احنا بنوصل صوتنا للاستاذ اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ان يسلط الضوء شويه على اللعبه. كويس جدا. يعني بجد هيبقى ليها مستقبل كويس جدا، وانا بقول في مصر الميني فوتبول هيبقى افضل من ال11 قدام. زي ما قلت لحضرتك ان المجهود البدني للبنت في الميني فوتبول بحس بحجم الملعب يكون افضل من ان هي تلعب كوره 11 شويه. تمامي بس، وطبعا يكون في اهتمام بالمنتخب ان احنا القوام اللي احنا يعني الحاجه اللي احنا وصلناها دي نحافظ عليها، يكون في تدريبات، يكون في معسكرات، يكون في مشاركات دوليه وديه، يكون في احتكاك بحيث لو في حاجه رسمي قريب نبقى احنا ند ما نحسش ان في فوارق بيننا وبين اي منتخب اوروبي. خصوصا زي ما قلت احنا عندنا البوتنشال عندنا الكوادر يعني، بس شويه حاجات بس بسيطه تظبط ممكن تفرق في الرانكينجز يعني، الاقي بعد كده مصر مركز مثلا اول تاني مثلا. احنا كنا ناخد تاني، احنا بجد كنا يعني بيننا وبين مركز تاني خطوه، وممكن يعني ومش مركز تاني كمان، احنا كنا هنلعب على اول وتاني، فكان ربنا ممكن يكرمك وتكسبي. بس يعني هو كان منتخب امريكا منتخب قوي جدا، فاحنا كنا متوقعين ان احنا نوصل اول وتاني، وربنا يعني ايه يعني مش هيكرمنا قدام امريكا، بس الحمد لله كان طبعا هيبقى انجاز. يعني الظروف ما توفقناش في ماتش مولدوفا. امكانيات برضو طبعا ده لازم بيتحط في الحسبان، ولا يعني مش هيركز في الكلام ده يبقى مش فار يعني، ده شيء اكيد. كل حال يعني جود لك وبجد، بس يعني ما انا مش عارف مش عايزه اقول لك اصل حرام اتس انفير برضو اقول لك ما تحترفيش، وخليك طبعا لو جات لك فرصه روحي طبعاً. بس برضو اكيد المنتخب في مصر محتاج كوادر عشان احنا بنتكلم اهو بننهض، فاحنا محتاجين اللعيبه بتوعنا أكيد. بس انا هختم معاكي برضو يا منى، قولي لي انت ايه الفيوتشر برضو انت عايزاه يعني؟ هل برضو عايزه تحترفي؟ عايزه لا بصراحه مش يعني مش من طموحي الاحتراف قوي، انا بحب مصر يعني عايزه تستمر. انا عايزه اكمل هنا، عايزه اعمل حاجه هنا لبلدي. انا حتى لو احترفت في منتخب بنيجي بنلعب برضو، بس انا بحب العب في مصر هنا. بالتوفيق بجد ليكوا، انا مبسوطه والله اصلا من الفقره دي، وفكره ان منتخب مصر للسيدات اكيد مش كل الناس كانت تعرف ميني فوتبول، فواصلين لمركز محترم الى حد ما، بنتكلم في فتره قصيره بس. بالتوفيق ان شاء الله تجولنا بقى تاني ويبقى في ترتيب تاني خالص بجد. اي هوب، واتمنى الرساله كمان اللي يعني وصلوها او وجهوها توصل لسياده الوزير او الاشخاص المعنيه، لان اعتقد هي رساله مهمه، والرياضيين بتوعنا وتحديدا كمان السيدات بتهيألي المفروض ده الفتره اللي بيتم التركيز والاهتمام بيهم، لان هم فعلا بيحققوا لنا، وده شفناه في اولمبياد طوكيو يعني الميداليات كمان. نورتونا يا منى وايمان، شكرا ليكم، جود لك ان شاء الله. فاصل سريع وهنرجع نكمل فقراتنا مع حضراتكم.